السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. هل الصوت واضح لكم؟ يعطيكم العافية. طيب، بعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، نلتقي في محاضرتنا التاسعة لمقرر البيئة النظامية للأعمال التجارية لطلاب وطالبات تخصص المحاسبة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. توقفنا يوم أمس عند نظام البنوك ورأينا الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص تأسيس بنك في المملكة أو ترخيص بنك في المملكة، ومررنا على بعض المواضيع. وقبل البدء في موضوع اليوم مثل العادة نسأل إذا كان هناك سؤال أو استفسار أو شيء واضح، سواء لمحاضرة يوم أمس أو المحاضرات السابقة بشكل عام. طيب، ممتاز، يعطيكم العافية. إذن نستكمل ما بدأنا أمس، فقط لنستذكر ما تحدثنا فيه يوم أمس عن البنوك. فقد ذكرنا تعريف البنك، ورأينا أنه وفق لنظام مراقبة البنوك، فالإطار الرقابي الذي تعمل به البنوك التجارية بموجبه المصرفي يعكس الأعمال الأخرى التي تعتمد بنسب متفاوتة على أموال المساهمين. والأعمال المصرفية كذلك تطرقنا لها التي يقوم بها البنك، طبعا منها خصم السندات، فتح حسابات جارية، أعمال الصرف الأجنبي وغيرها. ومررنا بعد ذلك على من هو الشخص الذي يجوز له ممارسة الأعمال المصرفية وشروط أو الاستثناءات على ذلك. رأينا أن بعض الأعمال المصرفية قد يسمح بها لبعض المؤسسات اللي نسميها الصيغة، أعمال الصيغة مثل تبديل العملة، وهذه لا يشترط أن يكون المؤسسة أو الجهة أن تأخذ شكل بنك أو يرخص لها على أنها بنك. ورأينا أنه من شروط الترخيص الذي يتطلبها النظام للبنك الوطني أن يكون البنك شركة مساهمة سعودية، وأن يكون مؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها حسنية السمعة، وأن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني. وقلنا أنه كان اسمها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الآن أصبح اسمها وزارة المالية، لكن احنا مطالبون بما هو موجود في المحتوى العلمي على موقع التدارس. بعد ذلك رأينا الاحتياطيات التي يجب على البنك أن يحتفظ بها، والهدف طبعا من هذه الاحتياطيات الحفاظ على أموال المودعين. فرأينا أنه على كل بنك أن يحتفظ بوديعة نظامية وباحتياط، يحتفظ كذلك باحتياطي سيولة. ورأينا القيود المفروضة على إعطاء القروض، طبعا من مهام البنك انه يقوم بممارسه اعطاء البنوك القروض او التسهيلات الائتمانيه او الكفاله، ولكن هناك سقف اعلى لهذا النوع من الممارسات. ويجوز كذلك مؤسس النقد، يعني البنك المركزي اسمها لمقتضيات المصلحه، ان تزيد او ترفع سقف نسبه او التسهيلات الائتمانيه او القروض. طبعا بشكل عام لا تسري هذه القيود على التعاملات بين البنوك او المراكز الرئيسيه للبنوك وفروع، على اساس انها تعتبر جهاز واحد او تنتقل الاموال داخلها داخل جهاز واحد. اليوم راح نشوف متطلبات توزيع الارباح على المساهمين. طبعا احنا في الاول والاخير لابد ان نستذكر دائما وابدا انه هذا البنك هو عباره عن شركه، شركه مساهمه، بالتالي هو قد يحقق أرباح نتيجة تشغيل أصوله، أو قد يتكبد خسائر مثل باقي الشركات. فلا بد أن لا يغيب عن بالنا هذا الشيء. طيب، إذا حقق البنك أرباح، هل هناك قيود؟ نعم، هناك قيود، لأن البنك يظل وإن كان شركة لكنه يتميز عن باقي الشركات بوضعه، بأهميته الاقتصادية. فلذلك تدخل المنظم ووضع قيود على عملية توزيع أرباح البنوك. نبغى نشوف هذه القيود بشكل عام. أولا، يجب على كل بنك
قبل الإعلان عن توزيع أي أرباح أن يرحل إلى احتياط نظامي مبلغ لا يقل عن 25% من أرباحه السنوية الصافية، إلى أن يصبح الاحتياط المذكور مساويا على الأقل رأس مال البنك المدفوع. احنا قلنا عنده البنك هنا احتياطيات يحافظ عليها أمس، أنه احتياطي سيولة هذا، فيرحل له لا يقل عن 25% من الأرباح. يعني ما يعلن البنك عن أرباح للمساهمين إلا بعد تبليغ بعد أقصد أن يرحل ال 25% من الأرباح، مجموع الأرباح. كذلك يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأي خسارة تكبدها، وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلا أن يتم استهلاك جميع المصروفات. وتحظر مؤسسة النقد، الآن طبعاً اسمها البنك المركزي، تحظر مؤسسة النقد توزيع الأرباح إذا لم يلتزم البنك بهذه الإجراءات بشكل عام. طيب، فإحنا نشوف هنا أنه البنك يختلف عن باقي الشركات العادية من ناحية توزيع الأرباح. طيب، في عندنا الإجراءات الرقابية على البنك، طبعاً يعين على كل بنك سنوي المراقبين 2 للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للبنك. طبعاً قبل ذلك أبغى أرجع لموضوع المتطلبات توزيع الأرباح. طبعاً يحضر أي بنك مثل ما ذكرنا أنه يدفع أرباحاً أو يحول جزء من أرباحه بعد استهلاك جميع مصروفات الرأسمالية، وقلنا أنه إيش لا يحضر على تحضر مؤسسة النقد توزيع الأرباح إذا لم يلتزم البنك بهذا الإجراء. طبعاً عندنا المحاسبين القانونيين لابد أن يكونوا مستقلين طبعاً من البنك، هذا يعني من بديهيات طلبات العمل. وكذلك يجب أن يتضمن تقرير المحاسبين القانونيين رأي مراقب الحسابات في مدى تمثيل الميزانية مركز المالي البنك ومدى اقتناعهما بأي إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلبها من مديري البنك وغيرهم من الموظفين. ويجري حكم السابق في هذا الموضوع على البنوك الأجنبية، لأن البنوك الأجنبية طبعاً تمارس عمل هنا في المملكة إذا حصلت على ترخيص في الممارسة، لكن إذا حصل الترخيص لا يعني أنها تحولت إلى بنوك سعودية وطنية، لا، يظل البنك الأجنبي محافظ على هويته كبنك أجنبي ولكن مرخص له بالعمل داخل المملكة، فهو يظل شركة أجنبية وليست شركة وطنية، فالترخيص لا يحول البنك الأجنبي إلى بنك وطني. فهذه الأحكام تسري كذلك على البنوك الأجنبية وفروعها في المملكة، ويجب عليها أن ترسل مؤسسة النقد صورة من تقرير محاسبي مراقبي الحسابات. طيب، هذا بالنسبة لنظام البنوك الذي بدأناه يوم أمس. قبل الانتقال لنظام الوكالات التجارية نبقى نشوف أو نستذكر قليلاً مع بعض الأسئلة للمراجعة والاستذكار بشكل عام. طيب، عندنا السؤال الأول، الجهة المسؤولة عن استقبال طلبات الترخيص ومزاولة الأعمال المصرفية في المملكة هي وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، أم مؤسسة النقد العربي السعودي؟ أي واحدة من هذه الجهات هي التي تستقبل طلبات الترخيص ومزاولة الأعمال المصرفية؟ من يعرف؟ يعني أسئلة بشكل عام للاستذكار، ليس عليها درجات أو شيء، فقط للمراجعة. ما هي الجهة المسؤولة عن استقبال طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة؟
طيب نحاول نتساعد فيه. نرجع للصوت واضح لكم؟ طيب السؤال ما هو واضح أمامكم الشاشة؟ الشاشة واضحة أمامكم العرض ولا؟ السؤال اللي هو السؤال الأول هذا، اختر الإجابة الصحيحة. الجهة المسؤولة عن استقبال طلبات الترخيص ومزاولة الأعمال المصرفية هي وزارة الاقتصاد، وزارة الاقتصاد، اثنين وزارة المالية، أم ثلاثة مؤسسة النقد العربي السعودي. ما هي الإجابة الصحيحة؟ طيب نشوف أول مشاركة عندنا، رقم ثلاثة مؤسسة النقد العربي السعودي. هل تتفقون أم تختلفون مع هذا الرأي؟ ها طيب، جميع الآراء اتفقت على أنه رقم ثلاثة وهي مؤسسة النقد العربي السعودي على مسماها القديم، وهي ونحن مطالبون في المحتوى العلمي لهذا المقرر بهذا المسمى، الآن اسمها البنك المركزي السعودي. نعم، الإجابة الصحيحة رقم ثلاثة مؤسسة النقد العربي السعودي. طيب نروح للسؤال الثاني، وهو صح أم خطأ. يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموع 20% من مجموع تعطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، صح أم خطأ؟ ناخذ ثواني للتفكير. طيب إجابة أولية تكون غلط، هل نؤيد أم نختلف مع هذه الإجابة؟ طيب الإجابة الأولى تقول غلط، والمقترح هو 25%. طيب إجابة ثانية تؤيد الرأي الأول، نقول إيش، يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعة 25% من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع. الإجابة صحيحة 25%. ونشوفها هنا، يعني لو رجعنا في المواضيع اللي شرحناها، اوكي، في هذا السلايد، يحظر على البنك ان يعطي قرضا او يمنح تسهيلات او يقدم كفاله او ضمانا او ان يتحمل التزام مالي اخر لاي شخص طبيعي او اعتباري سواسيه او اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعه 25% من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع. فالإجابة الصحيحة هي 25% وليس 20% كما هي في هذا السؤال. طيب كان هذا الجزء الأول من محاضرتنا اليوم، هل يوجد سؤال أو استفسار عليه قبل الانتقال للجزء الثاني؟ طيب على العموم، في حال وجود أي سؤال ممكن إثارته أثناء وقت المحاضرة، أو إذا طرأ السؤال يعني بعد انتهاء المحاضرة، ممكن إرسال السؤال عن طريق المنتدى أو البريد الإلكتروني المخصص
لهذا المقرر على نظام تدارس. طيب الآن ننتقل إلى موضوع مختلف تماما، اللي هو نظام الوكالات التجارية. طبعا هذا النظام يعني معمول في المملكة بشكل واسع جدا، مطبق يعني على نطاق واسع. فالوكالات طبعا نحتاجها، لأنه ليس كل المصنعين لديهم مصانع في المملكة، فبالتالي لابد من ممثل قانوني لهم داخل المملكة يتولى توزيع وتسويق منتجاته داخل المملكة. وهذا يقودنا للتساؤل عن تعريف الوكالة التجارية. طبعا الوكالة هي كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، يتعاقد مع المنتج يعني يصنع نفسه أو من يقوم مقامه، سواء كان وكيلا أو موزعا بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كان طبيعتها. بمعنى آخر نفهم من هذا التعريف أن الوكيل هذا شخص يتعاقد مع المنتج في بلده، وهذا إيش يتطلب؟ يستوجب أنه يكون المنتج في بلد والوكيل في بلد آخر. أوكي؟ يعني احنا نتحدث عن شيء خارج المملكة، المنتج خارج المملكة، ومثل ما راح نشوف الشروط، والوكيل يكون داخل المملكة، يكون يحمل جنسية سعودية سواء كان شركة أو شخص، فيكون وكيلا أو موزعا بأي صورة من صور هذا الوكالة، لكن مقابل إيش؟ ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كان الاتفاق بينهما، يعني يأخذ شكل اتفاق بينهم ربح أو تسهيلات معينة، هذا شيء يرجع له. طيب من الشخص الذي يجوز له العمل بالوكالات أو يجوز له الحصول على وكالة تجارية؟ لا يجوز لأي شخص أن يعمل وكالة تجارية إلا بتوافر شرطين. أولا يجب أن يكون الوكيل التجاري الذي يعمل بالمملكة سعودي الجنسية. طيب هذا كلام جيد بالنسبة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. السؤال الآن هنا، الإنسان الطبيعي الفرد يحصل على الجنسية السعودية بمجرد الولادة إذا كان والده سعودي، أو إذا كان غير سعودي ممكن أن يحصل الجنسية السعودية باشتراطات معينة، هذا كلام واضح. طيب بالنسبة للشركات، كيف تكون الشركة السعودية؟ متى نقول عن الشركة أنها سعودية؟ من يعرف الإجابة؟ طيب إجابة أولى تقول أنه إذا كان فرع الرئيسي، مركز الرئيسي خلنا نقول في السعودية، هذا كلام صحيح. وإذا كان متبع نظام الشركات السعودية، نعم الإجابات كلها صحيحة، حتى الإجابة الثانية إذا بدأت الشركة بنظام السعودي ومقر الرئيسي في المملكة. فنلخص هذه الإجابات على النحو التالي: تعتبر الشركة السعودية إذا تم تأسيسها وفق نظام الشركات السعودي، و كان مركزها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. في هذه الحالة نطلق عليها شركة وطنية سعودية، بالتالي تستطيع هذه الشركة وفق نظام الوكالات التجارية أن تحصل على أو تعمل في الوكالات أو تحصل على وكالة تجارية داخل المملكة. ويشترط في الشركة السعودية التي تم القيام بأعمال وكالة تجارية أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديا، وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومن لم حق التوقيع باسمها سعودية. الشرط الثاني للأشخاص الذين ينوون العمل في الوكالات التجارية أن يكون هذا الشخص سواء كان فرد أو شخص طبيعي أو معنوي، أن يكون مقيدا في سجل الوكالات التجارية، فلا يجوز أن يقوم بعمل وكيل تجاري إلا من كان مقيدا في السجل. وهنا لابد أن ننتبه لشيء، ما نلخبط في عندنا
السجل التجاري وفي سجل الوكالات التجارية. يعني لو جاءت شركة مثلا قالت والله أنا مسجلة أو مقيدة في السجل التجاري وهذا يكفي للحصول على وكالة تجارية، نقول لهم لا، النظام اشترط القيد في سجل الوكالات التجارية. هذا يعني أن هناك سجل خاص بالوكالات التجارية غير السجل التجاري اللي هو خاص فقط بأعمال التجارة، تسجل فيه طبعا الشركات والتجار، لكن الوكالة التجارية لها سجل خاص بها. طيب الآن السؤال، طيب جاءت الشركة هذه وقالت أنا مقيدة في السجل التجاري بس ماني مقيدة في السجل الوكالة التجارية، ما هي شروط القيد في سجل الوكالة التجارية؟ نقول له التقدم بطلب قيد سجل الوكلاء والموزعين موجه إلى مدير، يقدم طلب طبعا إلى مدير عام الوكالات التجارية أو مدير فرع وزارة التجارة خلال 3 أشهر من بداية سريان الاتفاق بين المنتج والوكيل، ويجب أن يرفق هذا الوكيل مع طلبه الوثائق التالية: 1 ترجمة العقد الوثائق المحررة بلغة أجنبية للغة عربية مكتب معتمد، يعني الوثائق أو الخطابات أو المخاطبات اللي تمت بين الوكيل وبين المنتج إذا كانت بلغة أجنبية تحرر وتترجم إلى لغة عربية من مكتب ترجمة معتمد. 2 صورة من شهادة السجل التجاري الرئيسي أو الفرع يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع، وهذا اللي قلنا عليه. هذا يعني إيش؟ إنه الآن السؤال، هل التسجيل في السجل التجاري شرط للقيد في سجل الوكالات التجارية أم العكس صحيح؟ بمعنى إنه القيد في سجل الوكالات التجارية شرط للقيد في سجل الوكالات التجارية، صح أم أية الإجابة الصحيحة؟ اللي إيش ممكن تعيدها أو تعيدوها لو سمحتم؟ أي متطلب للثاني؟ أي سجل؟ القيد، لا، أولا لابد القيد في السجل التجاري لكي يتم القيد في سجل الوكالات التجارية، بالضبط، هذا صحيح، الإجابتين صحيحة، فيشترط للقيد في سجل الوكالات التجارية أن يتم القيد في السجل التجاري، ويرفق كذلك مع طلب القيد في سجل الوكالات التجارية أو الوكلاء إقرار خطي بأن رأس المال سعودي وأن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي والالتزام بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية السعودية، كذلك شهادة انتساب الغرفة التجارية الصناعية بسداد الاشتراك المستحق ثاني المفعول، يعني عضوية في الغرفة التجارية في المنطقة التي تتواجد بها هذه الشركة. التعبئة والتي تشمل نموذج، يعني بيانات من الوكيل أو المزرع السعودي وبيانات عن الموكل الأجنبي وعن العقد وإقرار من هذا الوكيل، مع ملاحظة أنه يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوبا ومبرما مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد، يعني لابد لكي تحصل وكالة أن يتم التعاقد بين الوكيل والمنتج بنفسه في بلده الأصلي وليس بين الوكيل ووكيل آخر، يعني ما يجي مثلا وكيل يعطي وكيل ثاني وكالة تجارية وقع معه إلا إذا كان مسموح، لكن هذا في القيد في سجل الوكلاء غير مسموح به. طيب ما هي الأمور التي لابد التأكد منها عند إعداد عقد الوكالات التجارية؟ يجب في البداية التعاقد مع الشركة المنتجة أو من يقوم مقامه في بلدها الأصلي مباشرة دون أي وسيط خارج دولتها، هذا اللي تو ذكرناه، إنه يكون التعاقد بشكل مباشر، التواصل بشكل مباشر بين الوكيل وبين المنتج أو المصنع بشكل مباشر دون أن يكون هناك وسيط. يجب كذلك توضيح أنواع مسميات السلع والخدمات، موضوع الوكالة في العقد بالتفصيل، يعني أنا الحين كباخذ وكالة من شركة معينة لابد أني أوضح ما هي المنتجات اللي باخذ عليها وكالة، الخدمات اللي أقدمها، هذه لابد أنها توضح جيدا في العقد.
ما ارفاق ما اي ملاحق للعقد او اي كتالوجات تبين المنتجات. في بعض المنتجات لها كتالوجات معينه يعني توصف كل منتج بشكل دقيق جدا. كذلك يجب توضيح تاريخ سريان العقد ومدته وكيفيه انهائه وكيفيه تسجيله، وهذه المتطلبات العاديه يعني البديهيه في كل عقد، لابد لكل عقد كما له بدايه لابد ان يكون له نهايه. يجب توضيح الاسم الرسمي للشركه الاجنبيه في العقد باللغتين العربيه والانجليزيه دون اي اختصار او رموز. يجب ترجمه اسم الشركه الاجنبيه من اللاتينيه الى العربيه حرفيا وليس المعنى. ليش؟ لانه احنا عند الترجمه هنا في القيد والجلد احنا قاعدين ناخذ وكاله الان، ما راح نترجم بالمعنى، ما قاعدين نترجم لكي نفهم اسم الشركه، احنا قاعدين ناخذ الاسم كما هو لان يظل هذه علامه تجاريه فتسجل كما هي وليس المعنى. لذلك هي تؤخذ ترجمه اسم الشركه من اللغه الشركه الاجنبيه من اللاتينيه العربيه حرفيا. يجب كذلك التقدم لتسجيل الوكاله خلال الاشهر الثلاثه الاولى من تاريخ سريان العقد بين الوكيل والموكل او المنتج، ومن تاخر عن هذا الموعد يجب عليه احضار خطاب او فاكس من الشركه الاجنبيه مصادق عليه تؤكد فيه بان العقد ما زال ساريا ساري المفعول. كذلك الحرص على تسويه اي نزاع او خلاف بين الموكل والوكيل امام الجهات القضائيه المختصه في المملكة، ويذكر في عقد الوكالة الجهة يتم اللجوء لها. طيب قبل الانتقال لإجراءات تعديل قيد السجل التجاري، هل يوجد سؤال أو استفسار إلى هنا؟ طيب يعطيكم العافية. نشوف الآن إجراءات تعديل القيد في السجل أو القيد في سجل الوكالات التجارية. عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجل الوكالات التجارية أو التوزيع، فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير عليه بعد إيضاح أسبابه. كذلك يتم التعديل في صفحة سجل الوكالات التجارية على البند المعدل لإثبات التعديل الجديد أو الإضافة، كما يتم تعديل بيانات شهادة القيد ثم يتم التأشير بالسجل التجاري بهذا التعديل أو الإضافة. طيب بس دقيقة لو سمحتم. اعتذر عن هذا الانقطاع. طيب بعد ما شفنا التعديل على القيد في سجل الوكالات التجاريه، السؤال التالي ما هي الجهه المختصه في نظر نزاعات الوكالات التجاريه؟ طبعا الوكالات قد ينشا عنها نزاع مثل اي عقد او اي تفاعل بين اطراف العقد، قد يختلفوا ما هو شرط يعني دائما عنهم على اتفاق، قد يطرا طارئ يجعلهم يختلفوا اثناء سريان مده العقد. السؤال عندنا ما هي الجهه المختصه في نظر نزاعات الوكاله التجاريه؟ طبعا يحق لاطراف نزاع الوكاله التجاريه عرض منازعتهم المتفرعه عن عقد الوكاله والتوزيع، يعني الموضوع الوكاله نفسه ما هو موضوع ثاني. يحق لهم عرض النزاع هذا المتعلق بالوكاله او التوزيع على لجنه التوفيق منازعات الوكالات التجاريه المشكله في كل من الغرف التجاريه الصناعيه في الرياض
وجدة والمنطقة الشرقية. طبعا وظيفة هذه اللجنة هو محاولة حل الخلاف وديا أو عن طريق التحكيم، يعني هي أول شيء تحاول حل النزاع هذا ودي بين التجار، بين المنتج مثلا والوكيل، إذا لم يستطيعوا يتم حله عن طريق التحكيم، والتحكيم مثل ما راح نشوف بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة هو وسيلة لفض النزاعات بديلة للقضاء، يعني وسيلة غير تقليدية لفض النزاعات. فيتم حل النزاع هذا عن طريق التحكيم وتقديم توصياتها فيما يتعلق بإيقاف أو تسجيل الوكالة الجديدة من عدم، وذلك في ضوء موقف الطرفين ومدى تجاربهم مع اللجنة واستعداد المقدم لكل طرف. طبعا مثل ما ذكرت أنه يتم حل النزاع إذا طرأ بين الطرفين بعرضه على اللجنة اللي في الغرف التجارية في مدينة الرياض وجدة أو الشرقية، هي موجودة فقط في هذه اللجان، فقط في ثلاث مناطق فقط هذه. فالإجراءات طبعا هذه لا تطبق إلا بحق الوكلاء والموزعين المسجلين أو المسجل وكالاتهم نظاما في سجل الوكالات التجارية. الجهة المختصة هي الغرفة التجارية الصناعية. نعم، لجنة داخل الغرفة التجارية الصناعية في حال وجود نزاع بين طرفي الوكالة التجارية، نقول إيش، هي لجنة داخل غرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض أو جدة أو المنطقة الشرقية في هذه المناطق الثلاثة. واضح؟ ممتاز. طيب الآن تم قيد، خلينا نفترض جدلاً أنه تم قيد الوكيل التجاري في سجل الوكالات التجارية، مثل ما تم قيده قد يطرأ عملية شطب هذا القيد، لأنه لا يعني أنه قيد الشخص في سجل معين أنه يظل للأبد في هذا القيد، قد يطرأ شطبه. وهنا يثار التساؤل عن إجراءات أو حالات شطب القيد من سجل الوكالات التجارية. فمع مراعاة الأحكام الواردة في نظام السجل التجاري ومتعلقة بالشطب، يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية. أولاً، إذا ترك التاجر فرداً كان أو شركة العمل التجاري، طبعاً الشخص يحق له أن يأخذ وكالة تجارية والشركة كذلك. فإذا ترك هذا التاجر التجارة، لم يعد تاجراً، يعني خلاص انتهى علاقته بالتجارة انتهت، أو الشركة تحولت مثلاً إلى شركة مدنية على سبيل المثال، ففي هذه الحالة يتم شطب القيد في السجل التجاري. نعم، هل يوجد سؤال؟ لا، ما في مشكلة، حسنا خير. أوكي، على بركة الله. طيب، فيتم قيد الحالة الأولى لشطب قيد من سجل الوكالات التجارية إذا ترك التاجر أو الشركة التجارة. أوكي؟ طيب. ثانياً، انتهاء عقد الوكالة التجارية أو توزيع دون تجديد أو تمديد لفترته. إحنا ذكرنا سابقاً لو نتذكر قبل يمكن 7 دقائق أو 8 دقائق، قلنا أنه من طلبات القيد في سجل الوكالة التجارية أن يتم تقديم عقد الوكالة مترجم ويبين مدته والمنتجات التي سوف يتم أو تكون محل الوكالة التجارية. طيب، مثل ما ذكرنا، ليش ذكرنا أنه لابد تحديد مدته؟ لأنه بناء على انتهاء مدة الوكالة التجارية، بناء عليها يتم شطب القيد في السجل التجاري. لكن لابد ملاحظة شيء، إذا قارب هذا العقد على الانتهاء أو عقد الوكالة شرف على الانتهاء، قد يطلب الوكيل هذا تجديد العقد من المنتج، فيتم التجديد فيرسله لقيده في سجل الوكالة التجارية. في هذه الحالة لا يتم شطب الوكالة التجارية. واضح؟ فالوكالة التجارية قد تجدد مثل أي عقد آخر، إذا شارف على الانتهاء يمكن تجديده. فإذا انتهى عقد الوكالة أو التوزيع وما تم تجديده، يتم شطب القيد في سجل الوكالة التجارية.
ما في تمديد وانتهى الوقت نقول ايش؟ شط. واذا ترك التاجر او الشركه العمل التجاري يتم شطبه. الحاله الثالثه اذا فقد الوكيل التجاري او موزع لاي من الشروط الاساسيه المنصوص عليها في نظام الوكالات التجاريه وتعديلاته. طبعا الشروط الوارده في النظام وهي كثيره شوي هي تسمى شروط ابتداء وانتهاء، يعني لابد ان تنطبق الشروط هذه على الوكيل منذ بدايه الوكاله وحتى انتهائها. اذا افتقد لاي شرط خلال مده الوكاله هذه يتم شطب الوكاله من القيد في سجل الوكالات التجاريه. طيب اذا تحققت حاله من حالات شطب القيد في سجل الوكالات التجاريه، ما هو الاجراء؟ كيف يتم بمعنى اخر شطب القيد في سجل الوكالات التجاريه؟ يتم شطب قيد الوكاله بناء على طلب من اصحاب الشأن اللي هو قد يكون منتج او صاحب او المصنع، وبين الموكل او الوكيل اسف والموزع او الموزع. فيتم شطب القيد بناء على طلب من اصحاب الشأن بطلب الشطب في الحالات المنصوص عليها اللي ذكرناها سابقا، ويتم الشطب اداريا اذا لم يتقدم اصحاب الشأن بطلب الشطب خلال شهر بعد تحقق الموافقه المستوجبه للشطب وسماع اقوال صاحب الشأن، ويحضر ويخطر صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل. طيب اذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب الشطب، يعني مثل ايش؟ مثل الان العقد حق الوكاله التجاريه نقول ينتهي مثلا نهايه السنه هذه ميلاديه، اوكي، في شهر 12 ميلادي مثلا يوم 30 12 تنتهي الوكاله. اذا لم يتقدم بطلب بالتجديد لا يجدد العقد فتشطب الوكاله. طيب هل ننتظره حتى ياتي هذا الوكيل ويطلب شطبه من قيد من سجل الوكالات؟ نقول لا، يحق لمكتب السجلات ان يقوم بشطبه واتخاذ قرار بذلك وابلاغ صاحب الشأن واخطاره بهذا القرار بخطاب مسجل طبعا رسمي انه تم شطب الوكاله التجاريه. كما يجوز لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة. طيب إذا قلنا أنه مكتب السجلات قام بشطب الوكالة التجارية والوكيل أو صاحب الشأن بشكل عام يعتقد أنه والله متضرر من هذا القرار، هذا القرار ظالم بالنسبة له، غير صحيح، حصل هناك خطأ في تطبيق النظام، فهل هناك مجال؟ نعم، يحق له، يجوز له لصاحب الشأن يعني التظلم الى وزير التجاره والصناعه. الان اصبح اسمه وزير التجاره لانه اصبح هناك وزاره متخصصه بالصناعه، لكن احنا مقيدين بما ورد في المحتوى العلمي لهذا المقرر. فيجوز صاحب الشأن التظلم الى وزير التجاره والصناعه من القرار الصادر بالشطب الاداري خلال شهر من تاريخ اختاره، يعني من شهر وصل له القرار الاختار بالشطب يحق له انه ايش؟ ان يتظلم مع ايضاح المسببات، ويكون قرار الوزير هنا نهائيا اذا صدر قرار من وزير التجاره سواء بتأييد قرار الشطب او برفضه يكون هنا القرار نهائيا بالنسبه لشطب الوكاله التجاريه. هذا بالنسبة للوكالات التجارية. قبل انتقال للموضوع التالي وهو التحكيم، هل يوجد عندنا سؤال أو استفسار؟ جيد، إذا نستكمل. ننتقل الآن إلى موضوع مختلف كذلك وهو موضوع التحكيم. طبعا التحكيم يعتبر وسيلة من وسائل فض النزاعات البديلة للقضاء التقليدي، وهذا يجعلنا أو يدفعنا للتساؤل، ما هي بواعث التحكيم أو الأسباب التي دعت لإقرار نظام التحكيم؟ طبعا نظام التحكيم بما أنه نظام بديل لفض المنازعات، المنظم السعودي قام بإصدار نظام خاص به يبين إجراءاته والآثار المترتبة على هذه الإجراءات
فنبغى نشوف الآن في تعمق أكثر التحكيم هذا والبواعث التي دعت إلى إقراره. طبعاً الأسباب التي دعت إلى إيجاد نظام التحكيم متعددة، وكذلك الأسباب التي تدعو الأطراف أطراف العلاقة التعاقدية إلى اللجوء إلى التحكيم بدلاً من القضاء كذلك متعددة. يعني بدلاً ما أروح للقضاء أروح للتحكيم هذا. طيب ما هي الأسباب ليش ما أروح للقضاء مباشرة وأروح للتحكيم؟ من هذه الأسباب على سبيل المثال طبعاً وليس الحصر، رغبة الأطراف في التغلب على بطء إجراءات التقاضي والحصول على حماية نظامية سريعة. يعني هو معروف في القضاء أنه في بطء نوعاً ما نظراً لجدولة القضايا وطبعاً عددها كثيرة شوي، فهذا يحصل فيه بطء في عملية التسجيل. التحكيم عملية أسرع شوي من القضاء طبعاً، والتحكيم يتميز أنه متخصص في نفس الوقت، فتكون الثقة تكون وثيقة الصلة بالمجال محل النزاع. يعني المحكمين يكونوا من خبراء في موضوع النزاع على العكس من القاضي، القاضي يكون متخصص في جميع القضايا. ولعل هذه الأسباب دفعت المنظم السعودي إلى إقرار نظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي تكون في الغالب ذات طبيعة تجارية وصناعية، وبعض أطرافها مستثمرين أجانب. طبعاً راح نشوف بإذن الله تعالى أنه حتى فقهياً شرعاً نظام التحكيم جائز، أجمع جمهور الفقهاء المسلمين على جوازه. طيب السؤال عن متى بدأ التحكيم أو نظام التحكيم في المملكة والأسباب التي دعت له؟ بدأت إرهاصات العمل بالتحكيم في المملكة منذ أوائل القرن العشرين تقريباً في الثلاثينات ذلك القرن، وكانت الحاجة ملحة طبعاً لوجود نظام التحكيم، أسوة بهم وجود في أغلب الدول العالم، وخاصة بعد زيادة النشاط التجاري في المملكة، مما تطلب وجود نظام أو قضاء موازي يحقق المرونة والسرعة في حل المشكلات والمنازعات التي تنشأ عن النشاط التجاري. طبعاً مثل ما ذكرت يعتبر مساوف من أسباب العمل نظام التحكيم، كذلك لا يوجد في العمل نظام التحكيم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما أجمع عليه فقهاء المسلمين بجواز التحكيم. النظام التحكيم صدر في المملكة أول نظام في عام 1433 هجري، النظام التحكيم الحالي أقصد آسف، صدر في عام 1433 وحل محل نظام التحكيم الصادر في عام 1403 هجري. طيب متبقي دقيقة واحدة على نهاية المحاضرة، نشوف إذا كان هناك سؤال أو استفسار قبل الانتهاء من المحاضرة. نعم التواريخ معنا. نعم وياكم وجزاكم خير. طيب الله يعافيكم جميعا. إذا نلتقي بإذن الله تعالى وأنتم في أتم الصحة والعافية الأسبوع القادم بإذن الله، نستكمل فيه مواضيع التحكيم من هذا المنهج. طبعا هذه المحاضرة مسجلة مثل باقي المحاضرات، يرجعوا لها في أي وقت تشاءون، وإذا وجد سؤال أو استفسار يمكن إرساله عن طريق المنتدى المخصص لهذا المقرر على موقع تدارس، أو عن طريق البريد الإلكتروني كذلك المخصص لهذا المقرر على موقع تدارس. إلى هنا وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.